واحد يتقال له على الهوا انت بتتكلم غلط. شيرين تخسر اهم داعميها في ازمتها مع روتانا. اكتر واحد لحد النهارده حريص عليها هو انا. قلت لها بلاش نتكلم، خلينا نشتغل بس، احنا على حق وحقك هيجي. قالت لي هناخد من روتانا تعويض. قلت لها ان شاء الله هناخد من روتانا تعويض. لان عادي انتهى، حتى ضحكت معايا وهزرت، قالت له هنقسمه بالنص انا وانت، يلا شد حيلك. ده باختصار، ما كانش فيه اي حاجه، بالعكس يعني. الحديث ده اللي دار بين شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش يوم الخميس قبل بيوم واحد من مداخلاتها في برنامج الحكايه مع عمرو اديب، قررت من خلالها ترد بنفسها على شركه روتانا بعد ازمتها الاخيره معاهم، بعد ما تم حذف اجدد اصداراتها عن يوتيوب بسبب حقوق الملكيه. على فكره يا فندم يوقفوها، هنزلها على البوتاجاز، انا هبقى كوين في السجن. وشيرين مش بس اتكلمت عن نفسها، كمان الحديث طال محاميها ياسر قنطوش اللي كان مستلم قضايا خاصه بيها الفتره اللي فاتت الفنيه والخاصه. مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا، قسما بالله العظيم، قسما باللي رفع السماء والارض، كل كلامهم غلط، حتى المحامي بتاعي. مفيش اي خلاف بينه وبين شيرين خالص، بالعكس كل التقدير والاحترام ليها، انا بحبها على المستوى الشخصي، ولكن انا امام خبره 30 سنه في مهنه، واحد يتقال له على الهوا انت بتتكلم غلط، يتقال له مين الموكله بتاعتك؟ لو اي حد مكاني هيعمل ايه؟ بس ده الموضوع. لكن تاني باكد كل احترام والتقدير لشيرين، انا لن اتخلى عنها، مكمل في القضايا لحد ما تلاقي حد مناسب، لان القضايا دي انا تعبت فيها، وعارف ان في نجاحات هتحصل ليها الفتره اللي جايه. انا مش بقول لها التنحي ده يعني خدي ورقك دلوقتي، استحاله اعمل كده، ان ده اداب مهنه. انا اخلاقي اللي اتربيت عليها في الشغله ديت ان انا حريص على موكلي لحد اخر لحظه، لحد ما اطلعه لبره الامان، وانا معاها لحد ما تلاقي حد ياخد الشغل ده يكمله، مش اكتر من كده. وياسر كشف انه اخذ قراره بالتنحي بالرغم ان شيرين ما قصدتهوش بكلامها. انا ما اشتغلتش في القضيه ديت، القضيه دي اشتغلها زميل اخر بدرجاتها، حتى التصالح مع روتانا ودفع الشرط الجزائي هو اللي عمله، انا اشتغلت من بعد كده. ولكن حضرات كلكم عارفين انا كنت في جانب تاني خالص في القضايا اللي كانت معظمها مع استاذ حسام او شركه السوشيال ميديا اللي واخده السوشيال ميديا، الكلام ده اكتر من كده ما كانش فيه. استاذ حسام حبيبي يعني. فالظاهر ان سوء التفاهم هو سبب كل اللي بيحصل في الايام الاخيره، فحتى تصريحات المحامي كانت مجتزئه حسب قوله. هو المداخله قالت لانها سبعت من مداخلتي 7 دقائق، انا اتكلمت في برنامج ساعه الا ربع، اجتزئوا بمونتاج لسبع دقايق، 7 دقايق ما لهمش دعوه ببعض، مره بتكلم على السوشيال ميديا بتاع شيرين لو تلاحظوا وان في قضايا، ومره تانية بتكلم على حته في روتانا، يعني حته من الشرق وحته من الغرب. انا اتكلمت عن ان عقد شيرين انتهى بموجب حكم المحكمه، وطلعت للي كان بيسجل معايا وقريت له نص الحكم بيقول ايه، نص الحكم، الحكم ده اسبابه وحيثياته جزء لا يتجزأ من العقد، والقاضي بلسانه وهو بيكتب في الأسباب قال إن العقد انتهى. ده القاضي مش أنا. الجزء ده ما طلعش خالص مع الأستاذ عمرو، ما ظهرش نهائي، لكن نص البند التاسع والالتزام البدني ده اتقال، قول الحق والفصل في الموضوع هو كلام القاضي. وبما إن العقد انتهى، الكل مستغرب على أي أساس تم حذف أغاني شيرين عن يوتيوب. أي حد معاه أغنية، لو جبت أغنية لأم كلثوم وقلت لليوتيوب بتاعتي، يوتيوب ممكن يوقفها لك ويقول لك معاك 10 ايام تثبتي ان الكلام ده مظبوط ولا لا. ولو ما خلال المده اللي عطاها لك اليوتيوب ما قدمتيش ما يفيد ان انت تملكي هذه الاغنيه، بيقفل لك القناه بتاعتك وبرجع الاغنيه تاني لصاحب الشأن. وده اللي احنا عملناه، ورفعنا قضيه بكده. وعلى فكره البلاغ ده بتحقق فيه في نيابه الشؤون الماليه والتجاريه ومحكمة التجمع الخامس، شيرين متهمه شركه روتانا بكده. وده اللي من المنتظر يتم حسمه في شهر سبتمبر. القضية اللي أنا عاملها يوم في شهر 9 الجاي دي دعوة بيقول للتنفيذ العيني العقد، وأنا رجعت عليهم بدعوة تعويض وقايل فيها العقد تم فسخه طبقا للحكم الصادر ورقمه بيننا. وهل ممكن يكون لسه في طريق للصلح مع روتانا؟ فندم الصلح على أساس إيه؟ هما بيقولوا شيرين أخذت مننا 570,000 دولار، 570,000 دولار دول دفعوهم سنة 2019، 2019 الدولار كان بكام؟ أنا معاكي، شيرين دفعت 8 مليون جنيه من 6 شهور، كده كويس؟ الأغاني اللي خدوها من شيرين عملت ملايين، إحنا لو قعدنا اتحاسبنا مع روتانا هناخد منها فلوس. 8 مليون جنيه واخدهم شرط جزائي اللي هو بينتهي العقد، وفي نفس الوقت الأغاني أقل أغنية لشيرين بتعمل ملايين. وفي حد يطلع يقول لشيرين باسمها ما
برغم ان انا متحفظ على قالته، بس لازم ندي الست حقها ان هي توهجت مع روتانا ومحدش كان يعرفها قبل روتانا. يا واحد عاقل يقول الكلام ده؟ شيرين نجمه كبيره واي حد بيشتغل معاها بينور وبينضاف له. خلينا نتكلم بما يرضي الله، انا النهارده مش خصم شيرين، اكتر واحد لحد النهارده حريص عليها هو انا.